أنا شابة عاملة من عمال فنادق المصنفة. تنشوفوا سيدنا خرج الدعم، خرج الدعم لكل شيء السياحة. جينا نشوفوا حنا لقينا راسنا مقصيين. علاش هادشي سيدنا؟ حنا بوحدنا زعما من الناس تاع السياحه لقينا راسنا تاع لي زانتيري مقصيين. علاش ما لقينا ما ناكلو، ما لقينا ما نشربو؟ لا اله الا الله، راه تقهرنا. تنخرجو من الصباح بجوعنا وبعطشنا بكل شيء. راه لا اله الا الله، وهاد الناس ما داروا معانا والو 11 يوم وحنايا هنايا تحت ما خرج يهضر معانا، تحت ما شاف فينا. راه لا اله الا الله، هادشي سلعة ماني تاخذ القرار. وشوف من جهه هاد الناس هادو راه حشومه. هادشي اللي درتي راه عيب. راه بنادم ما عنده ما ياكل، ما عنده ما يشرب، راه عيب هادشي. الله يجلي فيها الحق. استقبلونا هاد الناس والشركات ما تيستقبلوناش، ما تيعطيوناش راس الخيط غامضين، ما تيعطيوناش نهائيا شي حاجه، شي حل اللي غادي نقولوا صافي ونريحوا في ديورنا. واش حنا كرنا نخرجوا في هاد المعاناه وفي هاد الجائحه اللي واقفين فيها حنا دابا؟ راه هاد الناس هادو مخاطرين براسهم، ولكن ما جاو خاطروا براسهم حتى ماتوا بالجوع. علاش؟ يا بانه هاد الشركات ديال الانتيريم ما مقننينش، ما عرفناش شناهي خدمتهم في هاد المغرب هذا. الا ما كانوش قادين على القطاع السياحي اعتوا باتساع ويخليو ناس اخرين تخدم. واخا نخدم انا مع لوتين سي جي جي ونجلس شهور مهم خدام مع لوتين وغادي نستاف، ماشي خدام مع شركه اللي كترميني ديما الدوله. انت ما قداش على المسؤوليه، خرجي باتساع وخلي الناس تخدم. وانا تنس جلاله الملك بانه يدخل لنا في هذا الموضوع. راه الناس تقهرات، راه 80% ديال السياحه اللي خدامه في مراكش وفي المغرب كاملو راه انتيريم. وعلاش حنا نتقساو؟ ماشي تقول تقساو، تقول لك راه حنا في دور الدراسه. واش دور الدراسه هاد الناس تموت؟ اش دير؟ مشيت اش دير؟ راه الناس ولات تبيع حوايجها. راه واحد السيد داك ناهض قدام الويا جبد لهم الخبز ديالو مسكين توريه لهم، ومن 68 هو خدام، من 86 هو في الدومين. دار انا العمر ديالي التريبل ديالي ويجي ويوقف في هادشي، راه حشومه وعيب وعار. راه هذاك السيد اللي هضر 86 خصنا نديرو ليه القيمه. راه هو قدوه لهاد الشباب هادو اللي طالعين. راه حنا الشباب اللي غادي نطلعين هاد السياحه. راه ماشي هاد الناس هادو ديال الشركات، الشركات راه يخدمنا، ولكن خاص هاد الناس ديال المفتشيه التشغيل يقعدوا لهم الارض ويقننوهم. وراه خويا راه تقارنا راه وصلت فينا العظم. راه الناس ولات تبيع حوايجها. السيد مخرج ماكينه الصابون باش يبيعها ويجيب ولادو ما ياكل ويخلص الكرا ويخلص الماء والضو. انا نبيع كروه ديالي باش نعيش. علاش اخويا يهمشونا؟ علاش؟ وحنا دابا جينا عند الناس ديال الدوله بانهم هاد الناس هادو يجروا لنا معاهم شي حل. هذا هو الهدف ديالنا من هاد الناس، هو الناس الدوله يجروا لنا مع هاد الانتيريم شي حل. يا اما يتقننوا يا اما يهزوا الباكتاج ديالهم يمشيو فحالهم. وتحيه لكم الناس ديال الصحافه، وتحيه للسلطه العموميه اللي واقفه معنا ومأثرانا وديما مساندانا، وشكرا لكم.